لا أرجوك بس... بعد اللي عملته مالي حق ضل هون. نيها نيها بترجاكي، لا أنا ما رح خليك تروحي من هون. نيها بترجاكي. نيها. نيشا لو سمحتي. نيها نحن أخوات ورح نضل سوا لو شو ما صار. أختي إيه أختي، إذا أنت بدك تروحي مين اللي بده يختار لي تصميم الفستان؟ بترجاكي وقفي ولا تروحي. شو فايدة هالحكي هلا؟ خلص افهموا اللي عملته ما بتسامح عليه. خلص أنا رايحة أرجوك رجاء قرار نهائي. نيها صار لي فترة طويلة كتير ماني شايف رفيقتي القديمة. شكرا على فكرة خليتيني شوف رفيقتي القديمة اللي كانت معي بأيام الطفولة، وأنا هلأ فيكي فخور. ما في حدا بيعمل مثلك. القصة بدها كتير من الشجاعة لتحكي الحقيقة هيك. أرجون لو سمحت لا تعطيني آمال كاذبة. ما بسامح حالي عالشي اللي صار واللي عملته معك، وبابا ما له ذنب بأي شي. وبدل ما يشعر بابا بالإهانة أو يخجل من اللي عملته، بيكون أحسن إذا هو بيقول للعالم إنه بنته هربت. لحظة بس، قولي لي إذا هالشي صح، انزل لعند الناس وخبرهم. انتوا هون لحتى تحضروا زواج نيها وارجون، بس نيشا وارجون هن اللي رح يتزوجوا، معقول هيك؟ ايه اكشاي هذا صح. اذا هالتصرف ما في شي غلط فليش لنخبيه؟ وليش لنهتم بالعالم؟ العالم بتحكي كتير وعملوا هيك من 20 سنة، وهلأ رح يعملوا هيك كمان. ما فينا نغير العالم وما فينا نغير تفكيرهم، نحنا لازم نفكر بولادنا وبس. وعلى فرض القرار لولادنا فهو رح يكون بزواج أرجون وديشا. انت لا تهتم بحدا، بس تتصرف صح. أنا أخطأت كتير بال20 سنة الماضية أبارجيتا. أنا عرفت أخطائي وين وفهمتها كمان، وحتى أولادي عانوا بسبب هي الأخطاء. بس خلص ما ضل شي. بعرف إنه رح ينكسر قلبها لنيها، بس باليوم يلي بتلاقي حب الحقيقي رح تكون منيحة. وكمان بعرف إنه أرجون مو هو حب الحقيقي. ليكي أرجون لازم يكون مع ديشا. يعني تقبل ديشا وأرجون يكونوا لبعضهم؟ أنا ما كنت أبعدل مع ديشا لحد هلأ،